مش شخص معين، حتى مش هنتكلم عن مريض الجلطة نفسه، لأن هو ممكن في الوضع ده ما يقدرش يتحكم في الموضوع نفسه. فدايماً اللي حواليه، إزاي بقى أقدر إن أنا أتصرف مع بداية الأمر علشان خاطر إن الموضوع نلمه بدري ونكون مع بداية 4 ساعات ما نوصلش كل المراحل دي. تمام، أول حاجة طبعاً لازم زيادة التوعية زي ما حضرتك بتعمل دلوقتي بكل الأعراض اللي إحنا قلناها، الخمسة اللي قلناهم. تاني حاجة لازم أكون عارف في المحيط بتاعي أني مستشفيات متخصصة في علاج السكتات الدماغية، لازم أتحرك بسرعة وأفهم إن أنا بنقذ مريض. يعني ممكن المريض ده يعني يؤدي الوفاة، ممكن يعمل لي إعاقة، طبعا زي ما قلنا في الرجالة ده العائل للأسرة بتاعته. فده لازم نتحرك، انت كشخص او حتى طبيب غير مختص مش مطلوب منك اي حاجة اطلاقا غير انك تتحرك بسرعة لأقرب مكان متخصص في علاج السكتات الدماغية. تمام. طيب دكتور بقى، لو جينا بقى في مشمل ومجمل الموضوع، ازاي اقدر نقي نفسنا ان احنا ما نوصلش للمرحله دي، ان احنا ما نوصلش للجلطات؟ تمام، الوقايه نفسها. دايما بنقول الوقايه خير من العلاج. انا هعمل الوقايه الحقيقه على مستويين، مستوى شخص عادي ما حصلوش جلطات قبل كده لكن عنده عوامل خطوره، ده اناقيه ازاي؟ زي ما قلنا اول حاجه لازم اعالج عوامل الخطوره اللي عنده دي، عنده ضغط لازم ياخد علاج الضغط بتاعه كويس، عنده سكر يعني اذا اي مريض ضغط او سكر او مرض مزمن لابد ان هو يكون في متابعه مستمره مع الطبيب علشان ما نوصلش الليفل ده. حقيقي مظبوط جدا، لازم طبعا نبعد عن الضغوط النفسيه على قد ما نقدر، لازم تكون حياتنا صحيا، بنس رياضه بشكل منتظم، شرب السوائل كتير ده مهم جدا، عندي دهون ثلاثيه عاليه، عندي كوليسترول، كل الحاجات دي كلها لازم اعالجها على طول. طيب الوقايه بقى على المرحله الثانيه، ان انا عندي شخص حصل له بالفعل جلطه، العيان ده معرض بنسبة أكبر من أي شخص تاني إنه تتكرر عليه تاني، لازم برضو أعمل له وقاية تانية. الوقاية هتكون عن طريق إيه؟ عن طريق أول حاجة إن أنا بمشيه على الأسبوسيد أو اللي هو أحد أو مشابهاته يعني، علشان ما يكررلوش الموضوع ده تاني. لازم أعمل له رسم قلب لو عنده أي مشاكل في القلب زي رفة وزينية أو حاجة أديله علاجها، أعمل له إيكو لو عنده برضو اي مشاكل في القلب يعالجها، اعمل له دوبلر او دوبلكس على الشرايين الرئيسيه المغذيه للمخ لو فيها مثلا انسداد او ضيق او اي حاجه زي كده بيتركب لهم دعامات، كل الحاجات دي كلها تعتبر وقايه ثانويه من عدم تكرار الجلطات مره ثانيه. من هنا دكتور نتكلم بقى في اهميه الوقايه، يعني خلينا بقى نوضح للساده المشاهدين في اهميه الوقايه نفسها من ان احنا نوصل للمرحله دي. تمام، الوقايه مهمه جدا لان الجلطه المخيه بتعتبر ثالث اشهر سبب للوفاه بعد جلطة القلب وبعد الحوادث. تاني حاجة زي ما قلنا ان هي اشهر فين؟ في الرجال، الرجال ده دايما بيبقى هو العائل بتاع الاسرة بتاعته، هو المسؤول عنها، تخيل ده مثلا حصل له وفاة او حصل له اعاقة بتمنعه ان هو يشتغل ويصرف على اسرته، كل ده طبعا هيخليه يعني بيبقى عائق، بيبقى ضغط نفسي على الاسرة وعلى المجتمع بعد كده. الحقيقة برضو ان هي مشهورة جدا 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 ونسبة حدوثها ابتدت زي ما قلت تزيد قوي، وكمان مش بس في كبار السن، ده بقى كمان بتصيب الشباب، يعني انا كل 100,000 شخص عادي في 1,000 منهم بيحصل لهم جلطات مخيه، فبالتالي لازم الوقايه ونكون فعلا صارمين فيها. تمام يا دكتور. طيب الكلام حضرتك شيق وممتع وحقيقي بنستفاد وبنستفاد، وحضرتك طبعا استاذ دكتور واستشاري بكليه طب الازهر. دكتور من هنا عايزين حاجتين، الحاجه الاولى ان